حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من سقوط النظام وتفككه إذا ما فشل الاتفاق النووي على حد تعبيره. وأكد ظريف خلال اجتماع مع ممثلي غرفة التجارة الإيرانية أن فشل الاتفاق النووي خطير جدا على نظام إيران، وزعم أن الهدف الاستراتيجي للولايات المتحدة هو انسحاب إيران من الاتفاق. وأضاف ظريف أن الدول الأوروبية لا تستطيع فعل الكثير من أجل إنقاذ الاتفاق النووي. وحول الضغوط الاقتصادية الأمريكية على إيران، أكد أن الولايات المتحدة قد أحكمت قبضتها على الشريان الاقتصادي لإيران.